تقولش أمين شرطة اسم الله، أداء وقيمة وسيمة، واقف وقفة رجالة. لا ده ما يتقالش عليه طالب في مدرسة أبداً، ده يتقال عليه حكم دار زي ما بينادوه. زياد الشرقاوي حكم دار عام مدرسة السعدية الثانوية العسكرية. الطالب ده فيه هيبة القائد ونظرته. يلا نعرف سر حكايته إيه وليه بينادوه بالحكم دار، ورد فعله لما شاف صوره وبقى ترند على السوشيال ميديا. من أول يوم دراسة دايماً الأخبار اللي ممكن نسمعها بتكون متعلقة بزحمة الطرق وبساط المدرسة وأدوات المدرسة اللي بقوا بيقولوا عليها سبلايز، ما هي دي الموضة. لكن الحلو في الموضوع إن ترند المدارس بدأ أول يوم بترند مختلف خالص، هو الحكم دار زياد الشرقاوي. اتفاجئ الطالب زياد الشرقاوي، أو خلينا نقول الحكم دار، بقى إنه بقى ترند على كل مواقع السوشيال ميديا، وكمان إنه تصور وصوره انتشرت بالطريقة دي وهو لابس زي الشرطة المدرسية، وهو ما كانش يعرف ولا على باله إنه فجأة يبقى ترند الساعات اللي فاتت. وحصل تفاعل كبير من متابعين السوشيال ميديا زي سلم السندوتشات حالا، المكان كله لانشون، وإيه ده جبنا بس ومفيش لانشون، لا أنت كده خلاص دمرت مستقبلك، كراستك يا ابني ولا لانش بوكس وركلي على جنب، وكتير من التعليقات المضحكة. وقال انه بيتدرب علشان يساعد في تنظيم اليوم الدراسي، طبعا زي ما احنا عارفين حالة الطوارئ مش بتكون في البيت بس، لا كمان في الشوارع والمدارس. الشرطة المدرسية في المدارس ما كانتش زمان بس موجودة في مدارس كتير، وليهم دور كبير في تنظيم اليوم الدراسي. بذمتك مش فاكر كمية الافتخار وانت حاطط الشارة بتاعة الشرطة المدرسية في دراعك الشمال وماشي بين زمايلك يا أرض تهدي؟ كفاية انه المدرس يختارك وتكون ضمن فريق الشرطة المدرسية وتحس انك كبرت وتحملت مسؤولية حتى لو بسيطة وتافهة بالنسبة لحجم مسؤولياتك دلوقتي، بس يمكن دي من الحاجات اللي زرعت جواك الاعتماد على نفسك. الشرطة المدرسية هي الكل في الكل في المدرسة، تنظيم تلاقي، تحية العلم شغال، كل حاجة بيعملوها، وهم سعداء ان بيقدموا خدمة لمدرستهم او لزمايلهم حتى لو من غير مقابل. رغم ان وجود الشرطة المدرسية ابتدى يقل في المدارس مع ظهور المدارس الانترناشونال الكتير في مصر، لكن ظهور الحكم دار زياد الشرقاوي كان فرصة حلوة ترجعنا نفتكر دورنا من واحنا عيال. أول ما انت شفت صور الحكم دار النهاردة وهي متربعة على عرش الترند، ما افتكرتش ذكرياتك مع أصحابك وانت بتنظم الطابور الصبح وبتطلع الطلبة على فصولها، ولا دورك في الفسحة انه ما هيحصلش اي شغب او اي حاجة تقل من نظام وقوانين المدرسة. ده كفاية الانتخابات اللي كنا بنعملها في الفصول عشان نختار أمين الفصل والأمين المساعد لي، وبكل نزاهة الحقيقة يعني إن الطالب زياد الشرقاوي ظهر في الفترة دي تحديداً وبقى ترند، دي إشارة إننا ناخد بالنا ونرجع الشرطة المدرسية زي زمان وزي حقيقي مدارس كتير دلوقتي لسه محتفظة بنظامها. يا ترى اللي زي زياد مستقبلهم هيكون إزاي؟ حد قيادي؟ ماسك منصب مهم؟ نتمنى إن زياد واللي زيه يكونوا قدوة لأولادنا ونفتخر بيهم.